السلام عليكم، مرحبا بكم في واحد الفلوغ، واحد الجولة جديدة ان شاء الله. نضربوا واحد الدورة في حي الفضل الهراويين، الهراويين على اليمن ديالنا. هذا هو حي الفضل، نجينا مع نهار ديال التشجير، زرعوا شوية الأشجار هنا. كل واش يقول لهنايا ما نتريبورتو راه تيقول لك المشروع، لكن هما تيقولوا لي حي الفضل حيت الطوبيس 62 اللي داروا جديد كاين الفوق في المينيس ديالو حي الفضل، كاين شي شال الصوفي، مشيت المولى يوسف. دار الشباب الفضل، اليوم كاين البرد بزاف، نتمنى ما نتمنى الفيديو ما يجيش فيه تخرشيش ديال البرد. هذا راه كامل حي الفضل، نضرب لكم الدوره مال اللي عاوتاني. ندورو من هنا، مهلا مشينا غادي نخرجو في الطريق ديال التيط من الليل، غادي نديرو لكم هاد الجولة صغيرة هاد حي الفضل، شقق فاخرة. هذا اللي علم الله تيران ديال القرب الفضل جوج، كاينين هنا تيرانات بزاف ديال القرب، واحد كاين اللي هي واقيلا ثلاثة، كاين هذا راه كامل الفضل. الفضل قريب لتيط من الليل، ما بين تيط من الليل والفضل لوطوروس ولا الشانطي الكبير، يعني واحد جرون باش تيط من الليل. هنا وصلنا النهاية، غادي ندور نوريكم فين تي باقي هنا ما صايبوش الطريق، نوريكم فين تيكون الطوبيس.
الطوبيس فين تيكون هنا. ايه هاد قريب صافي. كان هذا هو الفيديو ديالنا مع الطورات اللي قلت لكم اللي تتفرق ما بين حي الفضل وتيطمن الليل. تيطمن الليل من هنا اللي مشينا مع الطريق طلعنا نيشان، راه تنخرجوا الطريق الرئيسي اللي تدي بن سليمان، فضالات، تيطمن الليل، سيدي حجاج. الطريق تدير كلشي علاش تكون عامره بزاف. تتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنساوش واحد لايك وسبسكرايب. الله يعاونكم.